يتجول فؤاد داخل أحد المراكز الصيفية التي اعتاد أن يعمل بها منشطا. بنظرة شوق وحنين يسترجع ذكريات الصيف، فكل زاوية بالمركز الصيفي لمدينة شنوة بولاية تيبازا يذكره بلحظات جميلة قضاها رفقة الأطفال وزملائه المنشطين على حد سواء. بصفتي كمنشط توحشنا الذراري، توحشنا هذا المركز، توحشنا الخدمة، توحشنا الأمبيونس، توحشنا الذراري كيكونوا معنا فرحانين وحنا نكونوا معاهم، والبليزير تاعنا كامل كيفوت المرحلة تاعو 15 يوم ويجي مولي عند والده ويبدا يبكي على الشيخ تاعو، هذاك هو البليزير تاعنا. تحضيرات مكثفة من أجل ترميم وإصلاح ما أفسدته الأيام بعد غلق طال المراكز الصيفية لمدة عامين بسبب جائحة كورونا. تحتوي ولاية تيبازا على 7 بيوت شباب وعلى عدة مخيمات شباب. انطلقنا في تهيئة هذا المؤسسات. إن شاء الله احنا رانا نستناو باش يكون عندنا أكثر من 3000 طفل، ونذكر باللي العملية على مستوى الوطني راح تكون 40 ألف طفل راحين يستفادوا من مخيمات الصيفية. الحمد لله بعد غياب تاع عامين اللي كان بسبب المرض، نطلبوا ربي نقولوا الحمد لله والشكر الجزير على اللي رفع لنا هذا المرض، وإن نقدروا دوك نستقبلوا الأطفال تاعنا في المخيم الصيفي. أكثر من 3000 طفل سيتم استقبالهم عبر المراكز الصيفية المتواجدة عبر ولايات الوطن، حلة جديدة تكتسيها هذه المراكز، وشوق كبير يغمر المنشطين، وفرحة عارمة لدى الأولياء وأبنائهم مع عودة الروح إلى المخيمات بعدما غيبتها كورونا.